بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في مجلس قرآني جديد مع التلاوة. نتعلم معا التلاوة الصحيحة ونراجع ما درسناه من سور وآيات في البرنامج. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد. أهلا أخي الكريم. أعزائي المشاهدين، حلقة اليوم هي حلقة المراجعة الأسبوعية التي نراجع فيها ما تمت دراسته من سور معنا في هذا البرنامج. وإن شاء الله تعالى سورة اليوم سورة الطلاق، وهي سورة مدنية، ترتيبها في المصحف 65، عدد آياتها 12 آية. وسنبدأ مع حضراتكم من الآن في تلقي اتصالاتكم لنعرض التلاوة مع فضيلة الشيخ خالد. نعرض التلاوة على فضيلة الشيخ ونلاحظ أهم ملاحظات فضيلة الشيخ خالد وندرب اللسان عليها. بداية هنستمع إلى أهم توجيهات فضيلة الشيخ خالد للمراجعة مع سورة الطلاق. فضيلة الشيخ. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه السورة الكريمة حينما نبتدئ معها ننتبه لأشياء أساسية عند ابتداء أي سورة، ألا وهي البسملة. ثم ننتبه في هذه السورة إلى أشياء هامة عمليا. من هذه الأشياء الهامة حرف اللام المفتوح إذا وقع بعد الطاء، من قوله مثلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ننتبه للام المفتوحة، فأصل من أصول رواية حفص أن ترقق هذه اللام وأن ننتبه إلى الطاء فلا ترقق فتصبح حرفا آخر. إذن الطاء مفخمة، اللام بعدها مرققة، ثم القاف في مرتبتها في درجة التفخيم. هذا أول أمر. كذلك اللام في كلمة أجلهن مثلا أو أجلهن، فانتبه لضبط اللام، فإن الضبط أي التشكيل هام جدا، فهو يؤثر في اللفظ ويؤثر في المعنى. هذا أول أمر. الأمر الثاني، معنى كلمة بيو من قوله: لا تخرجوهن من بيوتهن. فأصل أيضا من أصول هذه الرواية ضم الباء في كلمة بيوت، حيث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، فالبعض قد يخطئ وقد يكسر الباء. وكلمة يخطئ هذه مجازا في هذه الرواية، لأن هناك روايات صحيحة أيضا بكسر الباء. إذن ننتبه حينما أتكلم عن أصل من أصول هذه الرواية فلا تخلط هذا الأصل بأصل آخر من روايات أخرى. إذن الأصل الأول معنا في هذه السورة وتميزت به ترقيق اللام المفتوحة التي تقع بعد الطاء، ضم الباء من كلمة بيوت حيث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك معنا أيضا كلمة مبينة، أيضا الأصل معنا في هذه الرواية، أيضا أصل آخر من هذه الأصول، أن الياء معنا مكسورة. لاحظ أن كلمة طلقتم في الآية الأولى، كلمة بيوت في الآية الأولى، كلمة مبينة أيضا في الآية الأولى. وكذلك أصل آخر من أصول هذه الرواية في الآية الأولى من باب التقارب الصغير، ألا وهو الدال الساكنة الذي يقع بعدها ظاء، من قوله: فقد ظلم نفسه. القارئ إن لم ينتبه لهذا التقارب سوف يأتي بإدغام، وليس هذا من أصول هذه الرواية. فالأصل في رواية حفص أن تظهر هذه الدال إذا وقع بعدها ظاء، هكذا: فقد ظلم نفسه. الدال واضحة والظاء واضحة، الدال واضحة ساكنة مقلقلة والظاء بعدها كذلك. كذلك من الأصول معنى التي انفرد بها حفص في هذه السورة دون بقية القراء في قوله تعالى: بالغ أمره، في قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، هكذا: بالغ أمره،
قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهي في الآية الثالثة. وانتبه لكلمة قدرا، فالدال معنا أيضا ساكنة، ومعنى أصول كثيرة ستتضح بإذن الله تبارك وتعالى أثناء تلاوتكم، ولكن هذا طرف منها، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، هنبدأ مع حضراتكم تلقي اتصالاتكم، وكما تعودنا في حلقة المراجعة وإلقاء السلام مرة واحدة ثم استعاذة وبسملة، ونبدأ في سرد الآيات آية وأخرى، وبحسب ما سيظهر أمامنا سنقرأ، وعندما يعني تنتهي القراءة سأشير باسم القارئ التالي أو الأخت أو الأم القارئة، وتبدأ على طول توصل القراءة دون إلقاء سلام أو غيره، توفيرا للوقت واستفادة إن شاء الله واستثمارا للوقت. بداية اللي هتبدأ معنا التلاوة أمي الحاجة خديجة من القرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. جميل يا أمي، الله يفتح عليكي ما شاء الله، جهد باين وبذول مشكور. بس نخلي بالنا من قوله واتقوا، التاء ترقق، أن يأتينا الهمز الساكن ما يقلقلش، لكن لا تدري الدال معنا تقلقل. الله يفتح عليك يا أمي، ممتاز ما شاء الله. شكرا لك يا أمي. أم الحاجة أم أحمد من الدقالية، أكمل يا أمي تفضلي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. كمان مرة يا أمي، وأشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب، الياء ساكنة يا أمي، ذوي الياء ساكنة، ذوي ع، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ممتاز، بس في غنى بقى عندك منا. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن اتق الله يجعل له مخرجا. سمعاني يا أمي؟ نعم. في غنة عدت مننا، عدل إشباع الغنة ما كانش موجود، ما كانش يعني واخد حقها شوية، فنخلي بالنا منها. الله يفتح عليك يا أمي. شكرا لك يا حاجة أم أحمد من الدقالية. من الدقالية أيضا الحاجة سامية، أكملي يا حاجة سامية. ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان مرة الجملة دي يا أمي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، عايزين نخلي بالنا ونصلح النطق عشان القاف والهاء مضمومة مش موصولة. تاني كده كم مرة. ويرزقه من. ويرزقه من. لا يا أمي، يرزقه من دي قراءة ثانية أخرى، رواية أخرى صحيحة، لكن حفص بضم الهاء فقط بدون صلة، فنخلي بالنا. يعني ويرزقه من. ويرزقه من حيث لا يحتسب. كملي يا أمي. كده سيدني. لا لسه يا أمي ما جاتش، اسمعيها مني كده تاني واحدة واحدة بالراحة. ويرزقه من. هو من. ويرزقه من. جميل، ممتاز. ويرزقه من. ممتاز. حيث لا. نعم. ممتاز يا أمي، الله يفتح عليكي. ربنا يبارك لك. يبارك فيك. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ربنا يبارك لنا فيك ويخليك لأولادك. وإياك يا أمي.
اقرأي يا أمي اتفضلي. ومن يتوكل على الله فهو إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب واحد فهو حسبه، فهو ما قلش في على الله في، لا فا الهاء الفاء. ايوه ممتاز جميل. كلمة قدر الدال ساكنة يا أمي، قد قدر. ربنا يبارك لك ويبارك فيك يا أمي، أسمعها منك بقى عشان الكل يتعلم منك برضو أنت كمان. ربنا يبارك فيك. لا قد بقى الدال مفتوحة، لكن قد قدر. الله يبارك، الله يفتح عليك يا أمي. شكرا ليكي الحاجة سامية. معنا أم أحمد من القاهرة، اتفضلي أكملي يا حاجة أم أحمد. أم أحمد طب عاودي الاتصال تاني معنا. أم الحاجة راوية من القاهرة أكملي يا أم اتفضلي. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما شاء الله يا حاجة راوي، أحسنت ربنا يبارك فيك. شكرا لك يا أم الحاجة أم سامح من بني سويف، أكملي يا حاجة. ذلك أمر الله أنزله إليكم. المد يا أمي. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ربنا يبارك فيك يا أمي، بس المد المنفصل ما جاش معنا كويس. أنزله إليكم ده واحد، ويعظم له أجرا أدي التاني. ربنا يبارك فيك يا أمي. الحاجة عطيات وآية هيقرأوا متتابعين ورا بعض على طول، اتفضلي يا حاجة عطيات أكملي. حاجة عطيات رقم 6 أيوة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي أم رقم 6 وبعدين بعديكي آية على طول تقرأ بعدي. من رقم 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معلش. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يا حاج عطيات. نعم. واحدة واحدة كده وليها ورايا كده. وجدكم ولا تضاروهن. ولا تضاروهن. لا الراء مشددة. حاضر. ولا تضاروهن. والواو فين؟ ولا تضاروهن. ولا تضاروهن. جميل. ابدأي بقى عشان ضيق النفس. لتضيقوا عليهن. جميل كمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الجملة دي قوليها ورايا. فإن أرضعن لكم إن أرضعن لكم يا أمي واحدة واحدة. فإن أرضعن لكم جميل. فآتوهن أجورهن جميل كملي. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. جميل يا حاج عطيات ما شاء الله، جهد مشكور وباين مبذول ما شاء الله عليك. الله يخليك. يلا اتفضلي يا آية.
لينفق ذو سعة من سعته. يا آية. وما نعم. ذو ساعة س ساعة من س من ساعته. السين مفتوحة خلي بالك. لينفق ذو ساعة من سعته. من س من سعته. أيوة. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. جميل الله يفتح عليك يا حاجة آية. الله يفتح عليك. شكرا لك يا أستاذة آية. الحاجة أم أحمد رجعت لنا تاني من القاهرة. الحاجة أم محمد فضلي. حاجة أم محمد أكملي. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها حتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. 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 أيوة. جزاك الله خير. أكمل؟ كملي يا فندم. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله. فضلك كمان أعد إيه؟ الله لهم عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أحسنت يا أم محمد ربنا يبارك فيك. ونخلي بالنا معنا في آيات هذه الآيات الضمة والسكون تفرق في الرواية. فرواية نكرة في رواية حفص، في غير حفص نكرا. شفت الفتحة، شفت الضمة، شفت الكسر لأهمية ازاي؟ فياريت نخلي بالنا من التشكيل. الله يفتح عليك يا أم محمد. شكرا لك يا حاجة محمد. أم الحاجة أم خالد من اسكندرية. أكملي يا أم تفضلي. رسولا يتلو عليكم آيات الله. يا أمي. نعم. في غنى عدت مننا. رسولا يتلو عليكم آيات الله. آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا أمي. نعم. سمعاني. طب ما بدأش أولا بكلمة ليخرج عشان دي لم تعليل ما ينفعش. أبدأ مبينات ليخرج الذين آمنوا. حاضر. مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب التشكيل يا أمي عايز ينضبط. ليخرج الياء مضمومة في قوله ليخرج. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها. يا أمي. نعم. يدخله اللام سكنة. يدخله جنات. نعم. يدخله جنات. جنات. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. جهد باين يا أم خالد ربي يبارك فيك. بس نخلي بالنا أماكن الغنة حضرتك ما شاء الله لي عارفاها بس تاخد حقها شوية زي جنات وكلمة تجري من تحتها. فنخلي بالنا من أماكن الغنة تاخد حقها شوية. أم الله يفتح عليك. شكرا لك يا حاجة أم خالد. معنا الحاجة عفاف من القاهرة. اتفضلي حاجة عفاف اختم الصورة يا حاجة عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله
أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جميل حج عفاف، ونخلي بالنا من لفظ الجلالة عند الابتداء به الله، الهمزة ترقق، اللام بعديها أي لام لفظ الجلالة تفخم. الله يفتح عليك يا حج عفاف. شكرا لك يا حج عفاف، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. سبحان من أحاط بكل شيء علما. هنبدأ مرة تانية السورة من الأول وجديد، لكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع سورة الطلاق. نراجع معا السورة الكريمة، وقد قرأنا السورة مرة ونبدأ المرة الثانية الآن. وأنا بشكر حضرتكم أن حضرتكم يعني بتنفذوا يعني ما نطلبه منكم أن احنا نقرأ وراء بعض على طول من غير إلقاء سلام ولا أي حاجة، عشان كده خلصنا السورة على طول، عايزين نخلصها في الفصل ده برضو قبل ما يبدأ نطلع الفصل الأول يعني الجايد بعد كده، قبل ما نطلع الفصل نخلصها برضو. هنبدأ مع حضرتكم الحاجة أم أشرف من البحيرة، اتفضلي حاجة استعيذي وبسملي وانطلق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يا أم أشرف. نعم. ومن يتعد حدود الله، يتعد حدود. نعم نعم. ومن يتعد حدود. لا ما جيبش ألف، ما قولش يتعدى، يتعد حدود من الدال المشددة. نعم. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحسنت يا أم أشرف، ونخلي بالنا بقى من الطاء من قوله طلقتم فطلقوهن، تاخد حقها في التفخيم كويس. الله يفتح عليك يا أم أشرف. شكرا لك يا حاجة أم أشرف. الأستاذة إيمان أكملي يا أستاذة إيمان اتفضلي. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يا إيمان. نعم. فأمسكوهن. بمعروف. تمام. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل منكم. وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جهد مشكور يا إيمان، الله يفتح عليك. شكرا لك يا إيمان. حاجة مشرف من الدقليه اكملي يا حاجة مشرف اتفضلي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره،
قد جعل الله لكل شيء قدرا. شيء قد شيء قدرا. طب شيء ق شيء قدرا. ايوه قدر قدرا قدرا. الله يفتح عليك يا ام شريف. شكرا ليك يا حاجه ام شريف. الاستاذ سحر من اسكندريه. اكملي يا استاذ سحر اتفضلي. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربنا يبارك فيك. شكرا لك يا أستاذ سحر. الأستاذة وفاء أكملي يا أستاذة وفاء اتفضلي. ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واحدة ومن يتق الله يكفر. لا يكفر الراء ترقق. يكفر عنه. لا يكفر فر خلي فيه. لا الراء خلي فيها ابتسامه رقيقه شويه. يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ويعظم له اجرا. احسنتي ما شاء الله عليك حاجه وفاء. شكرا لك يا حاجه وفاء. الحاجه ام علي من العراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا امي اتفضلي. اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اقراي. استاذ نعزي الشيخ خالد. انا لله وانا اليه راجعون. جزاكم الله خيرا. اقرا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يا أم علي يا أمي وإن يا حاجة أم علي. نعم قولي ورايا كده الكلمة دي عشان نضبطها مع بعض سوا. اسمعيها مني وقوليها زي ولا تضاروهن. ولا تضاروهن. كمان مرة كده وخلي بالك معايا. ولا تضاروهن. ولا تضاروهن. ممتاز. لتضيقوا عليهن. لتضيقوا عليهن. جميل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا. جميل. كملي يا أمي. فأنفقوا عليهم. أيوة. حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. جميل يا أم علي. ممكن نصلح الكلمة ديت؟ أرضعنا لكم. مثلت محاضرة رأسا يعني. لا قراءتك طيبة ما شاء الله عليك يا أمي. لا قراءة طيبة ما شاء الله. احنا كلنا نتعلم من بعض. حتى هذه اللحظة ما زلت أتعلم. ربنا يبارك فيك يا أمي. إن شاء الله. ماشي يا أمي أحسنتي. إن شاء الله. أشكرك جزاك الله خير. وإياك يا أم علي.
شكرا لك يا حاجه معالي من العراق الحاجه فاطمه من اسماعيليه. اتفضلي يا حاجه فاطمه اكملي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق. طيب ممكن نصلح الجملة دي بعد إذنك؟ اتفضل يا شيخ. ومن قدر عليه ومن قدر عليه رزقه فلينفق. يا أمي أيوة. أنا وقفت عند كلمة عليه، فرجاء قفي عليها عشان في الكلمة اللي بعديها برضو محتاجة تظبيط كمان مرة كده. ومن قدر عليه جميل. قدر عليه رزقه جميل. رزقه فلينفق جميل. أكمل؟ كمل يا أمي. فلينفق مما آتاه الله. جميل. القاف معايا ساكنة. فلينفق مما جميل مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أنا عارف النفس غصب عنك. ممكن تقف عندي إلا وتبدأي إلا ما آتاها عشان المدود الطبيعية هتحدد المعنى. ماشي. إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر. يسرا بعد عسر يسرا. بعد عسر يسرا. الرواية معي هنا بإسكان السين يا أمي، فأخلي بالي عشان ما تجيش مني أنها كأنها مضمومة. الضم في رواية أخرى، إنما في هذه الرواية الأصل فيها إسكان السين في كل القرآن في كلمة عسر ويسر. فحفص يقرأ عسر يسرا، فنخلي بالنا من الضبط لأنه يحدد الرواية. كمان مرة يا أمي. بعد عسر يسرا. بعد عسر يسرا. الله يفتح عليك يا حاجة فاطمة. شكرا لك يا حاجة فاطمة. أم كريم اتفضلي يا حاجة أم كريم أكملي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وكأي من قرية عنت عن أمر ربها. كمان مرة كده يا أمي بعد إذنك. وكأي من قرية عنت عن أمر ربها. عتت أمن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. جميل يا أم كريم، بس يا ريت لما تلاقي قدامك صلي أو قلي أو جيم تقفي على الكلمة دي، زي شديدة في أقلها صلي والذين آمنوا في عند الجيم، فالوقوف دي بتحدد لي وبتكون ليها زي اشارات كده اخلي بالي اقف فين وابدا منين. ده رقم واحد كده ومحتاج حبه تدريب شويه. الله يفتح عليك يا حاجه ام كريم. شكرا لك يا حاجه ام كريم. الحاجه زينب من الجيزه اكملي يا ام اتفضلي. رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ما شاء الله، ممتاز يا أم، الله يفتح عليك. شكرا لك يا أمي. الحاجة مشرفي اختم الصورة يا أمي تفضلي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تفضلي كملي. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الراء لما يكون في آخر الكلمة أخلي بالي منها وتبان كويس، قدير، وأخلي بالي من الهمز حينما تأتي في أول الكلام وبالأخص من لفظ الجلالة الله عند الابتداء. الله يفتح عليك يا أم شريف. شكرا لك يا حاجة أم شريف. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لكم سرعا لنبدأ السورة من أول مرة أخرى، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية ومع مراجعة سورة الطلاق. أعزائي المشاهدين، نحن في سباق مع الزمن، يعني نريد أن ننتهي من مراجعة السورة مرة أخرى من قبل أن تنتهي الحلقة، فهنبدأ سريعا مع الأستاذة سهام. تفضلي يا أستاذة سهام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما شاء الله، أحسنت يا سهام، ما شاء الله عليك. شكرا لك يا أستاذ سهام. الحاجة زينب من القرية، تفضلي يا أستاذ زينب. إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جميل يا حاجة زينب، ونخلي بالنا من القاف المضمومة أو فارقوهن وتفخمها والدرجة بتاعتها عشان ما يجيش مني كاف. الله يفتح لك يا حاجة زينب. شكرا لك يا حاجة زينب. الأستاذة إيناس من الدقهلية، أكملي يا أستاذة إيناس تفضلي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان مرة. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكل، أخلي بالي، لكل، ها؟ لكل شيء قدرا. قدرا. الله يفتح ليك. شكرا ليكي يا أستاذة إيناس. الحاجة إحسان من القراءة، تفضلي يا أمي أكملي. حاجة إحسان. السلام. حاضر. تفضلي يا أمي. واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. الراء تفخم يا أمي. نعم. إن يرتبتم. إن ارتبتم. إن إن يرتبتم. الكسر اللي عندي هنا كسر عارض لما أبدأ بيها. ولو هوصل على إني إن ارتبتم الكسر منفصل. وبعد كسر عارض أو منفصل فخم. إن يروال يا أمي إن يرتبتم الراء هنا مفخمة. حاضر. عند الابتداء وفي حالة الوصل. لأن إن أصلها ساكن. وكسرت للساكنين ده على إنك توصلي. ولو بدأت ارتبتم ستبدأين براء أيضا مفخمة لأن الهمز همز وصل كسرت لأن ثالث الفعل ليس بمضموم. فالكسر برضو مش أصلي. إن ارتبتم صح كده؟ لا لسه لم تفخم بس محتاجة إن ارتبتم. أيوة كده. إن ارتبتم فعدتهن. أيوة مولان كملي يا أمي. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربنا يبارك فيك يا أمي ونخلي بالنا من الضاد في قوله المحيض تبقى ضاد ما تبقاش دال. الله يفتح عليك يا حاجة إحسان. شكرا لك يا حاجة إحسان. الحاجة سميرة أكملي يا أمي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. طيب عاود الاتصال تاني الاستاذ مصطفى من الجيزه. اتفضل يا استاذ مصطفى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حضرتك انا مش متابع حضرتك بتقرا منين. ممكن اقرا من سوره الزخرف؟ لا احنا النهارده مخصص طبعا قدام على الشاشه حضرتك الايه اللي هتقراها. اتفضل. بس انا بعيد حضرتك عن التلفزيون ممكن ولا؟ طيب ده يعني الشيخ هو اللي يقول يعني انا مش معذره اخي الكريم. الايه ذلك امر الله انزله اليكم. طيب شكرا ليك يا استاذ مصطفى. اعزائي المشاهدين ما زلنا معكم متواصلين بنراجع سوره الطلاق ومعانا دلوقتي على ان شاء الله التواصل على 23 للمحمول و0900 0323 للارضي. طيب معانا فضيله الشيخ ام محمود من المنوفيه. اتفضلي يا ام محمود اقراي الايه اللي قدام حضرتك. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش انا لسه اول مره اشترك بالراحه عليا يا دكتور. ده حضرتك يعني اللي تستحمليني انا يعني. اتفضلي اقراي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. جميل يا أم محمود بس ممكن أنت قلتيها خلاص ممكن تقوليها ورايا بقى وتاخدي ثواب. ماشي يلا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. أنزله إليكم. جميل. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ربنا يبارك فيك أم محمود ممتازة. الله يفتح عليك. شكرا لك يا أم. الحاجة أمال أكملي. حاجة أمال اتفضلي فندم. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مكتوبة على الشاشة. أسكنوهن من حيث سكنتم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. أرضعنا لكم. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. جميل يا حاج أمال، بس في إدغام عدى مننا بغنة من وجدكم، وأخلي بالي من قوله تعاصرتم. الله يفتح عليك يا حاج أمال. شكرا لك يا حاجة أمال. بنتنا أمنية، تفضلي يا أمنية، أكملي يا أمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث. يا أمنية. نعم. لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق من آتاه الله. يا أمنية واحدة واحدة يا أمنية. بنتي يا حبيبتي اسمعيني يا بنتي بالراحة بالراحة. ومن قدر عليه. ومن قدر عليه رزقه. لا يا أم يا بنتي اسمعيني. رزقه أنا بقسم لي الجملة عشان فيها أخطاء في التشكيل، فلو أنا قلتها جملة مش هتستوعبيها وتستوعبي خطأ فين، فبنقسمها عشان نعرف خطأنا فين ونصلح إيه، وإنتي كمان بتاخدي ثواب اللي بيسمعك بيتعلم منك. واحدة واحدة كده. ومن قدر عليه. طيب يبقى رقم واحد قدر، اتنين رزقه القاف والهاء مضمومة، رقم ثلاثة فلينفق القاف معاه في قوله فلينفق ساكنة مش محركة. ربنا يبارك فيك يا أمنية. بارك الله فيك يا أمنية. اسمع الحاجة أم مصطفى بقى هتقول الآية تاني، اسمعيها وحاولي كده تتعلمي منها، ومن فضيلة الشيخ لو أوجهها أي توجيه. تفضلي يا فندم. لينفق ذو سعة من سعته. يا أمي. أيوة. سعة من سعته. لينفق ذو سعة سعة. لا يا أمي. أيوة. السين مفتوحة. ساعة 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 ساعة. لينفق ذو سعة من سعته. من سا. من سعته. جميل. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. القاف معايا ساكنة. فلينفق مما. فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. جميل يا ام مصطفى الله يفتح عليك. شكرا لك يا حاجة ام مصطفى. مع الاتصال الخير اعزائي المشاهدين ام احمد، تفضلي يا حاجة ام احمد من المنوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارجو السرعة. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. علي صوتك شوية ام احمد. طيب يعني فصل الاتصال، يعني دلوقتي فضلت الشيخ خالد معنا دقيقة لأهم ملاحظات حضرتك. أهم ملاحظة، قرأت السورة مفصلة على حلقات عدة ثم راجعناها كاملة أكثر من مرة، فبان بالدليل أن الأمر يحتاج إلى تكرار، ولا نمل من التوجيه ولا تمل أنت من القراءة، فإن الله لن يمل حتى تملوا. إذن المطلوب مني إيه؟ المطلوب مني أني أصبر على نفسي وأقرأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة حتى يستقيم اللسان. فرجاء نسمع من بعض، أنا حتى شخصيا ما بوجهش إلا بعد ما الجملة تنتهي، فنصبر على بعض ونسأل الله لنا ولكم حسن الاستماع والاتباع. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد، جزاكم الله خيرا أعزائي المشاهدين أهل القرآن. أهلنا الكرام، إن شاء الله إلى اللقاء القادم، أترككم في حفظ الله ورعايته، وإن شاء الله تعالى سنراجع مرة وأخرى وثالثة ودائما مع القرآن. اللهم اجمعنا على حب كتابك يا أرحم الراحمين، واجعلنا دائما في طاعتك ومجتمعين على مائدة القرآن. إلى اللقاء القادم، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.